الجديد في قضية الشاب اللي قالوا عليه اطلق نار في على قضية التحقيق محكمة مستقانة. إذن الجديد في قضية تحقيق محكمة مستغانم اللي نعاود نسرد لكم من البداية باش الناس تتبع وتفهم ليه واش صرا واش صاير. بدات خبر خرج في مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك واحد طلق النار على قضية تحقيق في محكمة مستغانم. هذه سياسة مش سياسة، في ديفار بان هذا في ديفار كي شكون هذا اللي يقدر يطلق النار على قضية التحقيق وهو في التحقيق. بعد يعطونا خبر ولا دعوة رسمية يقول لك ما يذكروش الاسم، واحد راهو طلق النار على قاضي التحقيق لما كان يستمع ليه، وهذا كان يخدم في الضبطية أمين ضبط واستغل الوظيفة تاعو وكان يديروا فيه على يعني ارتكب أخطاء ودونك يسمعوا فيه باش يدوزوه للحبس. ردوه يعني مجرم متهم بارتكاب عدة يعني جرائم ومخالفات. المهم ما بانتش باش انا كنت لق النار على قاضي التحقيق، وداهم للسبيطار في زوج. هي النهار الاول ما كملش قالوا بلي انتحر، طلق النار على قاضي التحقيق وانتحر. ما سمعنا قال لك داهم في زوج للسبيطار. بعد قالوا لنا باللي عملوا عمليه جراحيه لقاضي التحقيق وسلك وري طلق النار. السلاح هذا اللي كان عنده سلاح في يده طلق النار على الاخر. ما قالوناش باش تبليسها. ريحوا نهار دو أوت يخرجوا لنا بيان عند النيابة العامة. النيابة يقولوا لنا باللي المتهم اللي كانوا يسمعوا له كان يسمع فيه قضية تحقيق كان يخدم في الضبطية صحة وتوفي يوم الثلاثاء أو الأوت يعني النهار الأول. توفى النهار اللي صارت فيه الحادثة كي قالوا راه مداهم السبيطار واحد عملوا العملية والآخر نزلوا. لا الآخر كان مات. الجديد هو يقول لك أنه العناصر الأولى تاع التقرير تاع التشريح لأنه يعني عملوا تشريح للجثة تبين بأنه الموت هذه تسبب فيها ضربات للرأس وللصدر، انجرت عليها نزيف داخلي. هذا ما جاء في بيان النيابة العامة لمستغانم. ويزيد يضيف يقول انه حسب تحقيق التشريح وحسب العناصر الاولى للتحقيق الابتدائي حكاية الانتحار او الموت بالرصاص ما كاش منها، ما هيش واردة غير واردة. ما انتحرش وما ماتش برصاص.
كيفاش مات هذا؟ هذا عنده كابوسة في يده، يتيري على قاضي تحقيق. ما قتلوش يا سيدي تبليسة، ما انتحرش، ما دورش الكابوسة للروح. كيفاش يموت؟ كيفاش يموت؟ لوتوبسي يقول لك تصريح، يقول بلي ضرب على راسو، ضرب على صدرو، وهذا ما سبب له نزيف دموي داخلي. شكون ضربو؟ كاين شي واحد عنده كابوسه في يده يضربوه بالدماغ للراس وكذا؟ هذه ما لعبتش في السينما، هذه ما لعبتش في السينما. مصادر مقربة من محكمة مستغانم، محكمة فيها طبعا محامين وفيها بزاف ناس، ناس تسمع الحضرة تمشي، انه من المستحيلات السبعة انه يدخل واحد عند قاضي التحقيق هو مسلح. هذه من المستحيلات السبعة، متهم تدخل عند قاضي التحقيق مسلح؟ دونك ما كانش معاه سلاح. الوحيد اللي كان عنده سلاح دركي جدارمي، كان داخل القاعة، كان داخل قاعة التحقيق، واش يدير في قاعة التحقيق؟ عندوش حق يحضر جدارمي، ما عندوش حق يحضر في التحقيق، يعني التحقيق تاعو هو برا دارك، كذا يلزمو يعمل تحقيق، عمل تحقيق برا، ومن بعد لما تدخل عند قاضي التحقيق تكون انت كمتهم راسك راس قاضي التحقيق، وامين ضبطية اللي يسجل اللي يكتب. كاش البوليس جدارمي برا، اذا كان جدارمي داير داخل المحكمة كي تكون في داخل المدينة ماشي جدارمي، يكون بوليسي. هادي تاعنا جدارمي واش يدير؟ كان دركي داخل المكتب وحبوا يستنطقوا المتهم بالقوة، حبوا يستنطقوه بالقوة، ناض جدارمي يضرب فيه، جدارمي ضربه، ضربوه بعد جبد السلاح يهدد فيه بالقتل. هذه حسب ما جاء من مصادر من محكمة مصر. حب يهدو بالقتل بجبدو الكابوس، وما كاش ناوي يطلق، لكن مش كاش يا ربي سبحانه قدامنا، مشات تلقى نارية، مشات القاضي التحقيق قاسو في كرشو اللي يحبس كلش، اللي يحبس كلش، ولا باش يغطيو يكوفريو الجدارمي، باش يكوفريوه، فراك يقولوا باللي المتهم هو اللي اطلق النار على قاضي التحقيق. وقبل ما يفتحوا الباب باش يجيو الاسعاف ويجيو كذا، جدارمي كمل ضرب الضحيه على راسو على صدرو، سمعت بالكروس تاع الكابوس وكذا، يعني تقريبا خرج ميت من المكتب، خرج ميت، كي داه المستشفى كان ميت. بالتالي حكاية السيناريو تاع انه تلقى النار على قاضي التحقيق ومن بعد مات وبلا ما بلا ما انتحر بلا ما ضرب رصاصة بالضرب، احنا نرجعوا لحكاية الناس راهي تموت، الراعي نبيل
تاع سوق العراس اللي ما تقدرش بالرصاص تقتل بالضرب. هيثم في تبسة ما تقدرش بالرصاص تقتل بالضرب. جينا القضية خونا تاع مستغانم اللي هو ثاني يعني تقتل بالضرب ما تقتلش بالرصاص. هذا الشيء اللي اليوم الشاب هذا اسمه الأخضر وصح كان يخدم قريفي في مستغانم واللي جبد السلاح إذن هو الجدارمي وقاس قاضي التحقيق عرقب في الرواية ولا يقولوا باللي هو جبد السلاح وتيرع الجوج كتيرع الجوج كاش تخلي ضربوه وضربوه للرأس وكذا وكان معاهم كانت بالضبط قريفي كان قريفي معاهم مرة أخرى مواطن يقتل داخل المرأة احنا مرة داخل مكتب قاضي التحقيق يعني تسمى تموت ما في مكتب قاضي التحقيق ما في مخفر شرطة ما في مخفر جدارمية فوالا وما كان والو وما كان والو. هذه هي دولة القانون اللي طالب بها الشعب يقتلك يجي يحط لك 40 غرام تحشيش يقول لك هاو تاعك 40 غرام طلع واحد مسخر يجيو حاكم الاعلام مثلا تبدو قالوا عنده زط اي تاجر بالحشيش بالاخر دير له 8 سنين حبس. هذه دولة القانون. صحافة بدور ما تكلمش ما تكلموا لا على طفل نبيل بن وارث تاع سوق العراس ولا على هيثم جباري تاع تبسة ولا على الأخضر تاع مصان. دار تكلموا على صحافة بدور وتاع ولاد الحرام بعد شي الله أكبر هشام عباس هشام عباس صحابي حبيبي.